شبح الحرب الأهلية يحوم مجدداً حول السودان، مؤشرات عديدة بدأت تنذر بإمكانية وقوع الصراع في منزلق الحرب الأهلية. أولى هذه المؤشرات تصريح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الذي قال إن ما يحدث في الجنينة وكتم جرائم مكتملة، مضيفاً أن الاغتيالات التي تجري قد تقود المجتمع للانزلاق إلى حرب أهلية. تصريحات حاكم إقليم دارفور عززها تقرير صادر عن صحيفة لوموند الفرنسية. التقرير حذر من أن حرب القادة بدأت تأخذ بعداً عرقياً في دارفور، حيث تحول القتال إلى صراع بين قبائل مدعومة من الدعم السريع وأخرى من أصول إفريقية. الصحيفة استندت في تقريرها إلى معطيات عديدة تشير إلى دخول المعارك في دارفور منعطفاً عرقياً. أهم هذه المعطيات اغتيال والي إقليم غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، والذي تعرض للاختطاف قبل أن يتم قتله بطريقة وحشية. قوات الدعم السريع حاصرتها الاتهامات بمقتل الوالي، غير أنها نفت هذا الاتهام ودعت إلى التحقيق. واليوم خرج قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو ليؤكد الاستعداد للتعاون مع أي لجنة للتحقيق في اغتيال والي غرب دارفور. وفي تسجيل صوتي قال دقلو إنه لديه دلائل ومعلومات عن قيام الجيش بتسليح قبائل في الجنينة لإشعال الفتنة بحسب تعبيره. والي خميس عبد الله بكر، ونحن قمنا خلال اليومين الماضيين بإجراء اتصالات مكثفة في مدينة الجنين لتهدئة الأوضاع، معرفة ملابسات هذه الحادثة، وتحصلنا على المعلومات الحقيقية، ومع ذلك شرعنا في تشكيل لجنة تحقيق داخلية تذهب فورا إلى الجنينة للتغطية حول الحادثة، ومستعدين للتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقلة بهذا القضية. كما تعلمون أن ما حدث في الجنينة من قتال لم يكن مستغربا بالنسبة لنا، لقد حذرنا منه كثيرا، ولدينا كافة المعلومات حول عمليات التسليح التي تمت من قبل استخبارات الجيش ولجميع الأطراف في الولاية من أجل إشعال الفتنة. وكان مقتل عبد الله أبكر المنتمي إلى قبيلة المساليت قد جاء بعد ساعات من انتقاده لقوات الدعم السريع في حوار تلفزيوني. وكان الوالي ثاني شخصية كبيرة يتم اغتيالها في الجنينة خلال أيام بعد مقتل الشقيق الأكبر لزعيم قبيلة المساليت طارق عبد الرحمن بحر الدين. هذا وقتل أيضا أكثر من 1000 شخص من قبيلة واحدة وفق تقديرات الصحيفة الفرنسية منذ اندلاع هذه الحرب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.